شوف حاجة غريبة كمان، مايونيز غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا 280 مللي من الحليب اللي هو الزيت او الفاتر، وممكن نحط ميه حسب المتوفر معانا، بس هو الافضل في الوصفه دي ان يكون الحليب بتاعنا حليب دافي. ممكن تعملي خليط من الاثنين. هنحط عليهم معلقه كبيره من الخل، وهنضيف معانا معلقتين من السكر، وهنضيف قبل بس ما نضيف الخميرة نقلب، لأن الخل بيخلي الحليب عندنا يتفسر زي ما انتوا شايفين كده. شايفين هقوله رايب، لأن الحليب كمان دافي. وعندنا معلقة كبيرة من الخميرة، وعندنا هنا بيكنج باودر، هحط حوالي معلقة صغيرة من البيكنج باودر. شايفين الفار ازاي؟ بعد كده هعمل 500 جرام من الدقيق، انا هضيفها كده على مراحل. وعندي كده الدقيق، هنا بقى هبدأ ان انا استخدم ايدي في العمل كده، يعني دي كله اختفى معانا. لو احتاج منك شوية لبن فانت بتضيفيلي اللبن، هحط هنا معلقتين كبار من السمنة او الزبدة بدرجة حرارة الغرفة بس، لان طبعا الجو ساقع هتحس انهم ايه ماسكين نفسهم شوية يعني. ولو انا عندي طبعا قشطة اللبن اللي هو وش اللبن ببقى عيناه، هحط برضو معلقتين كبار. سواء بقى قشطة اللبن هي عندك، سواء انت جبتيها جاهزة مفيش مشاكل. هنبدأ ان احنا نعجن المكونات كده مع بعض. طبعا تحس انها طبعا بقت طرية، هنفضل نعجن فيها لحد ما نحولها انها تبقى عجينة ناعمة خالص. هي مع الوقت بتبدأ تلم معايا، فانا هضيف لها كده ايه حوالي معلقتين او معلقة كبيرة من الزيت، وهبدأ ان انا اعجنها يعني اكمل عجينها. هي متعبة شوية العجن بتاعها، بس ما شاء الله بتدي نتيجة ممتازة. زي ما انتوا شايفين كده عجينة ناعمة جدا طرية خلاص كده، يعني بقت زي الفل معانا يعني كده. هنبدأ بقى ان احنا نغطيها ونسيبها اما تختمر. وعندنا العجينة بتاعتي خمرت ما شاء الله، يعني حاجة كده فخمة يعني. هبدأ ان انا اجيب العجينة وابدأ ان انا اقطعها قطع متساوية، بس انا حابة اوريكم مدى الليونة اللي العجينة بتاعتنا شايفين دي هتطلع ممتازة. هقطعها 75 جرام للقطعة واعملها بالشكل ده كده، يعني اخليها على شكل مكبل كده، وابدأ ان انا ارصها معايا بالمنظر ده. هنبدأ ان احنا نغطيها ونشتغل.
هنبدأ بقى نغطيها لحد ما تختمر، وبعد كده ندخلها فرن سخن. طبعا دي شكل العيش بتاعنا الجميل. انا مش محتاجه ان انا ادهن وشه اي دهان، انا هدخله فرن سخن مباشره. من اول ما خرج وهو سخن كده هديله رشه ميه كده، وابدا ان انا اغطيه واسيبه لحد اما يبرد خالص. شوف هيدا العيش